ناقم لون نقر نانو ملاهم لون نانو ملاهم لون نانو ملاهم لون نانو ملاهم لون أيذا كنتم تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها أيذا كنتم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون أتهت الذين كنتم صادقين ويقولون إن أصلح فأنتم تأخذون ما يسلمون قال يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الفسول فإذا هم من أجداس نار بهم ياسين قالوا يا ولنا ما بطل من قدر هذا وترحمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم قالوا يا ولنا ما بطل من قدر هذا وترحمون يسلمون قالوا يا ولنا ما بطل من قدر هذا وترحمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الناس النبي وسيسر صدور الناس نجوى الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم سنة في السماوات وما في الأرض يوم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود بهما ولا يعلم ما وسع ما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله والله على كل شيء قدير قال رسول الله إن الله ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وخلقه ورسله ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقرأنا وربنا وإليك المصير لا يكفي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهبكم ورسال البيت وطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة Astaghfirullahaladzim. Afdhalu dzikri falaman nahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alamin. Salatu wassalamu ala man tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna aljannatal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. يا خالق الموت ويا سامي الصوت اغفرنا من هذه الكبات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا فارحمهما كما ربانا صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل تقبل وسل بلغ سماع قرانا من القران العظيم وما لنا من قول لا اله الا الله محمد رسول الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما استغفرنا ما صلينا ما سلمنا على خاتم حبيبنا وشفيعنا قناه عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أبائه من الأنبياء المرسلين وإلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج المؤمنين وإلى جميع أصحاب الرشيدين وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أربعة الأئمة المجتهدين والقانتين في الدين وإلى جميع العلماء العاملين المخلصين وإلى جميع ذات المحققين الصوفيات والأولياء الله تعالى خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني تعالى عنهم وإلى جميع أستاذنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدودنا إخواننا أخواتنا أخواننا خالاتنا أمامنا أمهاتنا ولمن دونهم علينا ورسولنا أخونا خصوصا إلى أبي أبا يزيد أبي محمد نور أمي نور ريحانة أمي نفيسة وزوجها كي عباس أبائنا أمهاتنا أجدادنا جدودنا إخواننا أخواتنا أخواننا خالاتنا أمامنا ولمن دون حقوق علينا ولأصولنا وفروعنا
wali jami'il arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin asimat aynama kan musangkin ladin lama ghalibiyah baliyah kisiyan kudir Allahumma afin lahum marhamhum ma'afihim afanhum Allahumma afin lahum marhamhum ma'afihim afanhum Allahumma ja'al dhalika fida'al lahum nannar afika kalahum nannar wa najat lahum nannar birahmatika ya arhamar rahim adhinna wa iyyahum al jannata birahmatika ya Allah ma'al abai wal ummahat يا أيها تهنا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم واغفر لنا وارحمهم عبادك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا ربنا آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Oh, udah belain masalah. Ayo, mana? Ya boleh.